السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في كيلر كهلان. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب ونوع على الجرس علشان يصل كل حاجة جديد. ويلا نبدأ. اليوم معانا بيت مركز مودرن، وهذه يعني عادي يعني في مكان عشبي، لكن احنا لو تحبوا لو تشتوها قولوا لنا واحنا بنعمل لكم على جزيرة. اصلا هي على جزيرة، والان يعني هذا هو البيت على يعني هذه الفلل اللي هن حق الشواطئ، بنخليه له مكان ثاني. بس يلا نبدأ. اوكي شوفوا من يعني من فوق هذا البيت، من فوق شوفوا. او في زومبي يا حارس. ها تعالي لا وراء وراء المكان. يلا الان انا جاي وراء، مش عند المظلة. ايوه وراء. وهذا الحارس يعني شوفوا، تعال يا حارس ادخل المسبح بالزومبي، شوفوا كيف بيعمل به. يا جماعة يعني يقطف يعني ينظف الأشجار ويعمل كل شيء وما شاء الله عليه. وإجازته فقط في يوم الجمعة بس، أما الثاني عادوا حقد يوم الجمعة والسبت. بس تعال ادخل البيت حارس، تعال اتبعني ادخل البيت. أيوة يلا اجلس بقعتك الثانية هذيك. اوكي هذا هو من وراء المكان، شوفوا. طبعا الحارس مع جناح يقدر يهبط. اوكي مثلي الان كيف بهبط؟ شفتوا الله يا حارس. ايوه بدل لبسك. ايوه تعال تعال وقف الان. شو طبعا الحارس مع جناح يقدر يطير حتى لو كان يعني سيرفايفل. شو يلا اهبط هنا. انا بخير. اين انت؟ لا مش مكان ثاني، هنا هنا فوق البيت. يلا امشي وقف يلا. شوف 1 2 أو يا حارس عادك يعني كيف جينا حقك؟ لا 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 وان هوك كان يشتي ضحكنا شوية. أو طار للمكان الثاني. هاي تطير ساعة الصقر. شكرا. أوكي يا حارس تعال نرويهم من داخل. يلا يعني انت حرس المكان صح؟ يلا تعال تعال عندي تعال. يلا ولا نزعلك تحرس. يا جماعة هو اول مكان بيكون يعني مسبح، ومن تحت يكون اضواء كذا ستايل وحركات. وهذا دائما يعني يطلب وايت ويقطف الاجر يعني، والمياه عمله وكل شيء عمله. وتعال تعال يا حارس اتبعني. اول حاجة تكون هنا مسبح زي ما قلت لكم، وهنا بتكون يعني مظلة وتكييف وحركات يعني مسترخي يعني زيادة عن اللزوم. هذا بيكون بالصف، وهنا بيكون اشجار دائما يرعاهم الحارس. ايوه انا تعالوا يلا ندخل. طبعا يا جماعة في البوابة الرئيسية، وهذه طبعا يا جماعة على جزيرة كلمتكم، هذا على جزيرة يعني السفينة هذه تخرج كذا. أول ما تخرج تخرج طوالي على البحر، لكن أنا خليتها كذا يعني عرض عرض بس نعرض لكم اللي يشتي أنا أعمل لكم على جزيرة. أوكي الآن عنكبوت مشكلة
يلا نبدأ ندخل. هنا بيكون يعني شجر يعني موديل كذا يعني ديكوريشن ديكور ديكور. وهنا بيكون يعني نطرح في الأشياء يعني ديكور حتى. هنا بيكون يعني زي الكنبة، هنا حتى زي الكنبة، وهنا حتى يعني ماسة. شوفوا، وهذه هي الدرج، لكن ما بنطلع لسه، احنا بنكمل الدور الاول اول شيء. لكن شوفوا كيف ستايل وراه سجار. اوكي، وهذا زي يعني زي الكرافتنج تيبلز. لما عجبكم ستايل الحارس بيغير، صح؟ اوكي، هذه المطبخ بيكون هنا يعني زي الكنبة، وهنا يعني يكون يعني كرسي عادي كذا، وهنا يكون المطبخ، وهنا كيكة، وهنا فرن، وحتى هنا فرن يعني ندخل الخبز وحاجة. يلا ننتقل للمكان الثاني. هنا يعني يكون موكيت ديكور ديكوريشن. أيوة. أوكي. وهذا حتى يعني زي المكتبة كده كتب. وهنا أيوة. هنا تجلس وتقرأ إذا تشتي. أيوة، وهنا يعني كنبة. وهنا مطبخ ثاني يكون فرم بوفية. أيوة بوفية، حلو كده. والآن يا جماعة ننتقل إلى المكان الآخر، إلى الدور الثاني. يلا، الدرج يعني حلو تصميمها، صممها الحارس الله يحفظه، آمين يا رب. ندخل هنا. هنا بيكون يعني موكيت زي ما قلت لكم، ديكور حلو. هنا على الدرج زجاج، وهنا يعني نجلس كذا وتشوفوا الخارج كذا على الجزيرة مثلا، بس البيت اللي أمامنا جيراننا. أيوة يعني على الجزيرة. شوف، وهنا تجلس يعني تشوفوا تحت كذا كيف الأوقات وال يعني بلكونة. أيوة بلكونة، حلو الديكور. وهنا تمشي وتشوف هنا كنبة ثانية، لو ما عجبكم في تصميمها بيصمم الحارس أحلى منه. وشوفوا كيف حلو، حلو جدا وكذا. وهنا يعني بنخلي يعني فتحة صغيرة عشان ندخل لهنا. وأول ما ندخل حتى في باب هناك كنت بقولكم كالآتي. هنا يكون يعني اللي يشتي يعني الدفاع كده برد أو حاجة زي كده. وهنا بتكون كنبة مؤدية إلى خارج مثلا، تشوفوا بالجزيرة الجيران وكل شيء. وهنا حتى بيكون ستايل سرير، سرير وموكيت رمادي ديكور. وهنا حتى ديكورات، وهنا حتى ديكور وكنبة. تعال ننتقل إلى المكان الثاني. هذا المكان بيكون يعني كرسي، بس كرسي، لكن يعني كرسي بس يعني للجلوس بس، يعني ما له أي تعليق. وهنا حتى يكون مطبخ، مطبخ الدور الثاني، مطبخ الدور الثاني زي التصميم. وإذا ما عجبكمش التصميم زي ما قلت لكم، ما اللي بيصممه الحارس. وطبعا بنقول لكم اسم الحارس لكن بعد ما نكمل. اوكي، شوفوا هذا حتى هنا حلو ديكور. وهنا حتى، وهنا حتى بلكونة يعني على خارج كذا، بلكونة بلكونة. واذا حبيتم يعني تسووا كراسي هنا بهذا المكان، كلموا الحارس وهو بيعملها. وإذا تشتوا سيارة بنسوي لكم، لكن على الجزيرة تكون أفضل ما تكون هنا. لأن يا حارس، عنكبوت عنكبوت يا حارس، اكتب لي بال اكتب لي بالمسبح. المقتلة لا ما تجي. اوكي يلا نشوف، تحتاج مساعدة يا حارس؟ لا شكرا. شفتوا كيف الرجالة بالمسبح؟ ايوه
وينظف اللي بعد الحر. شوفوا هذا سباح ما شاء الله ما شاء الله على سباح. انت تعرفوا كيف سباح حتى لو جاهل يعني ولدكم يقدر يساعد حتى لو كان سيرفايفل. وكذا يا جماعة هذا هو البيت حلو من طالع مسقف أرض زجاج طالع يعني كذا يكون شكله في الليل حلو يعني حلو، لكن بالصبح شوفوا كيف شكله بالليل، يعني بالليل يكون حلو ضوء كذا حلو، يعني بيت فخامة ومعاكم حارس يقتل كل الزومبيز وما تفتجعوش أي حاجة أبدا، معكم سيارة على الشاطئ وسفينة. ويا جماعة بعد هذا الفيديو برويكم الملاهي، الملاهي بتعجبكم، ملاهي يعني ماء، والحارس بيكون طبعا معي أكيد. أوكي وكذا يا جماعة وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا تسووا اللايك والشير والسبسكرايب ورنوا على الجرس علشان يصلوا كل حاجة جديدة. ويا جماعة لا تنسوش ان انتم تكتبوا في الكومنت اللي حبيتوا والبيت اللي حبيتوا ونطبق لكم هي. رونا الصورة من الخلف والامام ومن الداخل، رونا من الداخل اذا ما عجبكمش ترونا من الداخل عادي بصممها احنا، لكن لو صممنا احنا والله لنخليها لكم احلى واحلى بكثير. ويا جماعة اسم الحارس بيقول لكم، يا حارس ايش اسمك؟ اسمي مراد. اسمه مراد يا جماعة، مراد عادي يعني اللي بيشتروها يدولك يعني زلط يعني جوهرات عادي لو نقصوا حراسة حتى يعني للمقاضي تقولوا لا يشتري حاجات يعني كذا. وهنا الديكور اللي رويناكم حلو كذا، تعالوا شوفوا من داخل كيف منظر الشمس لو ما تشوفوا منظر شروق الشمس، منظر شروق الشمس يكون فوق، هذا شروقها مغروبها. اوكي هنا هو شروق الشمس، بنكون مسترخيين. شوف الشمس أحسن. أيوة الشمس نشوف. الشمس يا. الشمس. تعال بس. أنت هنا صح؟ حتى أنا أشوف الشمس. حلو حلو حلو. بيرفكت. اوكي خلاص. ويا جماعة زي ما قلنا لكم لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب ورنوا على الجرس علشان يصل كل حاجة جديدة. مع السلامة. ويت هذه زي ما قلت لكم لا تنسوش، بنقول لكم السعر، لا تنسوش اني جدا رخيصة جدا جدا رخيصة وحلوة يعني فخامة يعني بيت ما يصدق. والسعر بكم يا حارس تشتي يعني؟ اللي قلت لك $100. لا يا يمزح انت غبي. $100 مليون دولار. غبي. $30 ومع السلامة، انتظروا الفيديو.